في بلدة المرين قضاء الدني في شمال لبنان يعيش حسان أحمد المصاب بإعاقة في اليد اليسرى مع عائلته المؤلفة من 5 أشخاص براتب لا يتجاوز 700,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 25 دولار أمريكي فقط. حسان، فرصة أنت اليوم؟ أي نعم. شو بتشتغل؟ بشتغل ناطور بناية. هون قريب يعني؟ لا، على المعرض بطرابلس. طب وبتروح بتجي كل قد ايه؟ كل 15 يوم. يعني أنت مرتين بالشهر بطلع بتحط على القليلة 200,000، بيبقى من هالمعاش 600,000. مزبوط هيك. 600,000 على كم ولد؟ 4 أولاد. لا الله. كيف حاسبها يا حسان؟ حاسبها تركينا على الله. شوية من هون بترعى بيجيك شوية بروني، بيجيك بالشهر تقريبا 100,000 150,000 بروني، وهي يعني بنحسبها مثل عجور الطريق وهيك. طب 600,000 بتجي فيهم حسان على البيت، قولي شو بيعبوا بالبراد قبل ما نحكي عن الاولاد؟ شو بيعبوا على البراد؟ ما بجيب لهم شوي مثلا كيلو بندوره او كيلو خيار كذا، هيك طبخه لوبيا كيلو ونص لوبيا، بجيب بهالشغلات ما مرقها كيف كان دبتر يعني. طب هيدا عم نحكي بعد ما حكينا بعد لا عن التعليم لا 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 ولا عن الصحه. لا 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 عن الصحه ولا عن التعليم، في ادويه وفي عندك، انا باخذ ادويه العقلب و كده كله يتمنى. عندك قلب؟ عامل الصراط كمان؟ نعم. قلت لي قبل انه كمان ايدك فيها مشكلة. مزبوط، هيدي شمال. شو بها؟ معطوبة، هي من زغري خلقت الله اول شيء، عملنا جهدنا ما رجعت وقعت عليها هبط كتفي. جربت شيء تدق بحدا؟ لا لا. مسجل شيء بالضمان؟ لا لا، لا ضمان ولا شيء. يعني انت ولا مرة بحياتك على 4 أولاد وعلى زوجتك حصلت شيء له علاقة بالصحة من الدولة؟ لا 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 ابدا، الا فرد مرة هي من 4 بعتوا للمدارس هذا عن نوال، اول عن نوال 400,000 للمدارس هلي هن. طب بس انت حسان عايش مع 4 أولاد في منهم اطفال، اي حدا لا سمح الله بتصيبه شيء هن الكارثة. اجا بده يصير شيء بدك يا بدك تديني يا بدك تشوفي شو بدك تعملي، هادي هي. كنت تدين احيان؟ طرق هيك طرق هيك طرق مثلا انكسر بالشهر على 300,000 400,000، يجي تيسر من هون شوي يكون ادفعني هون واقبض ديني. طيب وانت حالتك قد ايش صار لك معالجتها؟ قد ايش صار لك ما تابعت وضع قلبك يعني؟ لي شي 2 سنين. انا كنت بالاول اعمل الصوره تكلفني 100 دولار 150,000 يعني، هاي من 150. على ايام كان دولار ب 1500 يعني. بعد منها ما عاد عملتها. ما عاد تعملت الصورة. شو بدي اعملها؟ بتكلفك هلا 2,000,000 ليرة. أنا بدي وقت لأوصل لعندي شي ساعة وثلث لأوصل لعندهم، وأجا صور شي أجا صور شي بالبناية وبدهم مضطرين يزيدها، بدي اجيب سياره بدي انزل غصب عني تاكسي او بدي حلها على التليفون، اجا في من هالاصدقاء تبعينا اجا فيني حلوها بحلوها، اجا ما في حلوها بدي اضطر انزل عني. انت بشو مستفيد من دولتك اذا ما نحكي مثل اي ما انا بلد. مستفيدين منها شيء نهائيا ابدا ابدا الا الهموم والمصايب. أنا بطلع أحيان إذا واحد ما قادر يستفيد بالضمان الاجتماعي في يمكن يستفيد إنه يكون في نقليات مشتركة ما بتكلف، فيكم مستفيد إنه في نظام تعليم. لا 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 ما في ما في ما في ما في تستفيدي منها نهائياً. مستشفى ببلاش، أي شيء يكون بشيله ما ما في دليل عم يستفيد. هلا الحكومة من مستشفى شو اسمه حكومة إنه ببلاش للدولة، انزلي عليها إجا ما بتفوتي أول ما بتفوتي بقول لك حط لك 2,000,000 ليرة بالصندوق. ما في ميزوت، وهلا بيحكوا لك بقصه الميزوت وبيحكوا لك بقصه كهرباء وبيقول لك عرفتي كيف؟
هلا المستشفيات الدولة بالذات يعني صار عم تاخذ مثل قريبة من المستشفيات الخاصة. طب في جمعيات يعني بيساعدوا هون؟ في ناس تطلع فيكم؟ يعني قليل بيبعثوا لك قاشر، بيبعثوا لك شغلة، عرفتي كيف؟ بس أكثر من هيك لا. طب خبرني حسان، لما تقعد أنت مع حالك فكر كثير، عرفتي كيف؟ فكر كثير، فكر بالأولاد، فكر بالعائلة، بس بعدين بالنهاية شو بدك تعملي؟ بعمل جدي لأعمل شيء مثلاً بقول بدي أعمل كذا، بس ما شو هي الأفكار اللي بترعبك يعني؟ بترعبني إنه اليوم أنا بتلفى إنه أجا مرض ابني شو بدي أعمل؟ هكا صار شيء عندي بالبيت شو بدي أعمل؟ إنه وين بدي يوصل، لوين بدي يوصل هالولاد؟ شو بدي أتأمل لهم مستقبلهم؟ شو يعني بضل شغل لي راسي بس بقول الله يرفع البلاء. طب وقطع هيك ليالي؟ ما قطع له ولد مريض وما قطع له شيء صار؟ الحمد لله رب العالمين. هلا امراض بتجي خفيفه مثلا سخونه بس برديه كذا على خفيف يعني مش الحال، بس لا سمح الله افترضي ولد وقع، افترضي ولد صار معه مرض لا سمح الله خبيث، هان البلاء. مشكله الضمان الاجتماعي في لبنان تتمثل بقصور الدوله عن اقرار قوانين عصريه توفر التغطيه الصحيه، وبعجزها عن سداد ديونها المستحقة لمؤسسة الضمان، وكذلك في انهيار الوضع الاقتصادي جراء تراكم الفساد واستفحال الأزمات السياسية المتعددة أفقياً وعمودياً. لما ولد من الأولاد يجي يقول لك أنا استحليت هالأكلة واللي هي أكلة بسيطة، يعني عم نحكي عن لبنة مثل ما قلت، أنت شو ما بجيب له؟ معك بتجيبيهم؟ ايه ما يش... ساعد المسؤول شوف بعمل حساب مثلا ده بيضمنه مثلا ان كان بيقبل جوازي مثلا نفسي كيف؟ ايه هو ايش بيعملوا هلا مثلا بشيل من هون بحيد من هون بشوف انه مثلا بلا هلا شهر جاي بمرة اكل ايه بيسكتوا ما بيحكوا حرب بس هلا انت عندك اربع اولاد صحر اربع اولاد وانت خمسه وحسان منه موجود ليجي كل 15 يوم مره هالمصاري اللي بتاخذيهم انت اللي هن 800,000 شوف كيف بدي اعمر حالي فيهم انا شو بتعملي شو فيك تشتري فيهم ايش بدي اشتري ما في لا ادني من وين بجيب شو بياكلوا الاولاد يعني شو بتطبخي مثلا اعطيني مثلا لطبخات مثلا بتعمليها بعمل مثلا بطاطا لوبيا مثلا لك كبه رهيب بحبوا هيك بشوف الموجودين بعمل فيهم الموجود بدنا نمشي عقدنا ما احسن ما نوز حدا نمشي عقدنا 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 شوف الموجود بالبيت البيت اللي انت قاعد فيه لك الملك لرب العالمين للوالد هو معمره بس منه خالص لا منه خالص هذا التحتيني هو قطين عبر عن قطين حمامين ومطبخ حمامين ومطبخ طيب تطلع على هالاربع اولاد يا حسام بدك تعلم بدك تعلمهم والله عم نعمل جهدني بس انت يا جل اليوم عندك ولد بدك تعلمي عم تعملي جهدك وعم تحطي دمك قديمه بعد منها شو فيك تعملي شو عم تعمل قل لي وين حطيتهم للاولاد هلا الاولاد هلا عندي البنتين بدهم يدخلوا مهنيه هلا عم شوف شو بدي اعمل شو بدي قد ايه اعمارهم بناتك 15-16 والمهنيه قد ايه بتكلف هلا هسه ما عرفت بالضبط قد ايه بس اجار الترام بتكلفهم بلاوي وهذا الصبي محمد بس بقى حطوا هلا انستغرام بدي اشيله من الخاصه حطوا رسميه هيك ابنك. لا ايه ما فيني بالخاصه بدي طلبي اجا بدي مليونين ليره واربع ملايين ليره تقريبا اوتوكار وكتب من فوق المليونين ليره بكلفوك يكتبوا كردوسيه من فوق المليون ونص من وين بدي اجيب له اياهم شو اشتغلت بحياتك حسان انت؟ أنا اشتغلت بالعديم بالخضرة شوي نشتري مثلا من هون بالمزارعين ونبعت على السوق ما وفت ما زبطت سميسرة كلها نصوبة بتعرفي أنت ما زبطت معنا بعد منها ما عاد طلع اشتغلت نوتور وأكثر من هيك ما اشتغل طيب اشتغلت نوتور على 10 سنين قبل منها كنت نوتور قعدت 6 سنين قبل منها طيب هلا صار لك 10 سنين محل ما أنت بهذا المبنى قد إيه فارقة الحياة بهالعشر سنين معك؟ فارقة من السما للأرض فارقة كثير كان بالاول احسن من هلا بمليون مره كنت اخذ 300,000 كنت عيش عيشه لاحلى من هيك
لا احلى من هيك، هي 300,000 هلا. ايه اذا بتاخذي 10 مليون هيدي 200,000 عن الايام الاول. 300,000 كنت اقبض. ايه انا لانه لا في ضمان ولا في الدوله عم تدعم حدا، ونحن على جسور عندنا حيلا شيء. اجا برد ولد سخن بدك تنزلي بتعتلي هم على المستشفى، مصيبه كبيره. يعني بنقطع الهم بتصير ما بقى تعرفي حالك شو بدك تعملي. يعني اجا في عندك غرض بقلب بيتك فيك تحاولي تبيعيه، وحدا يشتري دغري على السريع بتبيعي بربع ثمنه لتقدري بدك تحكمي ابنك او تحكمي بنتك او تحكمي مرتك او اي انسان باللي. او بده دواء ما فيك تجيبي له دواء، اجا الدواء علبة الدواء حقها 100,000. ايه ما معك 100,000 بتروحي حيلا غلط بتلاقيه ببيتك، فيك تبيعي له تبيعي له تجيبي له علبة الدواء لعبني. بس كمان حتى عاطفيا حسان، يعني انت محل ما قاعد هونيك قاعد 15 يوم بلا عائلتك، ما في مجال تكون عائلتك معك؟ ما في محل تنمي، كلها اوضه صغيره عامله لي تغطيه فوق مني. يعني نحن هلا 4-6 وين بدهم يناموا؟ عندك غرفه، وغرفه ما بتطلع مترين مترين مثل ما بيقولوا، تغطيه. دخلك قدام هالوجع المادي واحد ما بيحس حاله كانه مغرب عن عائلته؟ بلى طبعا بيحس حاله مغرب عن عائلته طبعا. ويا ريت عم ينتج ضيعته، ما في يعني نتيجه، مغرب عن عائلته ما في نتيجه. لو بينتج ما على شيء، بيقول انه نحن عم ننتج مش الحول مش الا العائله، بس بالعكس. يعني انت مغرب ولا نتيجه وعم تحط وهموم ومصيب. انت مغرب ببلدك اول شيء، بلدك ومغرب ببلدك، يعني عم نقصد انه مغرب ببلدك ومغرب عن عائلتك وعن عائلتك وعن اولادك وعن اهلك وعن الجميع، ومن دون إفادة ما شي عم بيعود، ما في شي إفادة. هلا عم نحكي هاي الغرفة اللي شايفينها، هاي بعد في أنا مثلاً هاي الغرفة اللي عطيني إياها سكان البناية البنية اللي يعني بنية الموتور بيقولوا لي، مثل ما بتعرفي لك هي كبرة عم تطلع مترين ثلاثة لتحطي فيها عائلة وتجيبي عائلتك من فوق وتحطيها ما بتنحط. نحن يعني عائلتي أنا في عندي 4 أولاد وأنا ومدام 6، ما بدك تعدين عمر 2 لا في، مضطر إنه أنا أشتغل وإجي قاعد وحدي هون بعيد عنهم 15 يوم، وكل 15 يوم بدي أطلع على الضيعة. عرفتي؟ أجار سيارات بكفيكي.